شكرا. السلام عليكم، معلش الوقت ضيق. شيخ رائد بس كلمتين، كلمة للشيخ رائد. لحظة لحظة، تفضل يا شيخ. الجزيرة مباشرة. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ. شوفونا شباب على الهواء، احنا على الهواء. احكي ايش بدك، ارفع المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا زلنا نؤكد أننا على يقين من الوصول إلى تلك اللحظات التي ننتصر فيها للقدس والمسجد الأقصى المبارك الانتصار الكامل. والانتصار الكامل يعني ضرورة زوال الاحتلال الإسرائيلي. ونحن في هذه اللحظات عندما ندخل معتكفنا إلى هذا المكان الذي يسمى أهالي كدار، ما هو إلا محطة توصلنا إلى نصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين. لذلك نحن ندخل هذه المحطة لا لنبتعد عن القدس والمسجد الأقصى، بل لنقترب أكثر. نحن ندخل هذه المحطة لا لننفصل عن القدس والمسجد الأقصى، بل لنلتحم أكثر بإذن الله رب العالمين. ومن هنا قلتها ولا زلت أقولها، خلال الأعوام الماضية قلناها بشموخ وكبرياء وصمود، بالروح بالدم نبنيك يا أقصى. وها نحن قبيل لحظات من دخولنا إلى هذا المعتكف أؤكد وأقول، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، ووعد للقدس، ووعد للمسجد الأقصى المبارك، ووعد لأمتنا المسلمة وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني. وعد أؤكد الآن في اللحظات الأولى التي سأخرج فيها من هذا السجن بعد 9 أشهر، الجملة الأولى التي سأطلقها هنا في سماء النقب إلى سماء القدس المباركة، سأؤكد وأقول، بالروح بالدم نفديك يا أقصى. فحياكم الله أهلنا الكرام، يا من جئتم لتكونوا معنا، يا من جئتم لتدعمونا بمعنوياتكم وعزائمكم. أسأل الله تعالى أن نحيا منكم وإليكم في هذه الأسرة الفلسطينية الواحدة، في هذا البيت الفلسطيني الواحد الذي يجمع كل أهلنا في الداخل الفلسطيني، من الجليل إلى المثلث إلى النقب إلى المدن الساحلية، والذي يجعلنا لحمة واحدة مع شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. أسأل الله العظيم أن أحيا وأن أموت خادما أمينا إن شاء الله، لأهلي، لشعب الفلسطيني، لأمة المسلمة، لعالم العربي، لكل المظلومين في كل الأرض، لأننا نحمل رسالة الحرية لكل أهل الأرض بدون استثناء. هكذا كنا وهكذا سنحيا وهكذا سنموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. رئيس لجنة الحريات فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اسمحوا لي أن أقولها ببساطة لكن بقسم، لأنه غير عادي يعني. والله ثم والله ثم والله، صلاة فجر هذا اليوم في الركعة الأولى والثانية، أنا معتاد أن أقرأ قراءة متتالية، وصلنا اليوم إلى سورة الأنفال في الركعة الأولى بدون قصد، قرأت قول الله عز وجل في صفحة إلى أن وصلت في آخر الركعة إلى قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في الركعة الثانية وصلت في نهايتها إلى قول الله عز وجل: اللهم صل على سيدنا محمد، واعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. لم أنتبه إلى هذه المفارقة إلا بعد إذ أنهيت الصلاة. يا شيخ رائد، أرادوا أن يسجدوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتلوه أو ينفوه، وكان الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. واليوم أنت تسجن، كن على ثقة بأن الله عز وجل مولاك ومولانا، نعلم أنك ستخرج أقوى إن شاء الله عزما مما كنت، وكن مطمئنا إلى أن أبناء شعبك وإخوانك ودعوتك إن شاء الله على العهد ماضون،
لا نقيل ولا نستقيل في خدمة القدس والأقصى وشعبنا وقضايا أمتنا إن شاء الله. هذه القضايا المنصورة، كل قضايا أمتنا وشعبنا قضايا منصورة إن شاء الله. وهذا الذي اسمه السجن والسجان وهذا الخريف، هذا الخريف الإسرائيلي، أقول الخريف لأننا على أبواب نهاية هذا الخريف إن شاء الله. لكن نحن في الواقع اليوم نحن في فصل. الله أكبر لله الحمد. طيب يا عمي أجاك أخرى ضيف جديد يا أيها المسجونين، الله يطلق صراحكم جميعا إن شاء الله بأمان الله. شيخ رائد ربنا يحفظك ويرعاك إن شاء الله، ونحن وياكم وشعبنا على العهد إن شاء الله. الله يرضى. بارك الله فيك. داش نعمل لحداي يلا نعمل لحداي شوي. تحية تحية تحية. مين بدي بشوي سليم حتى يزول الاحتلال كونوا للأقصى هلال حطموا هالأغلال حتى يزول الاعتقال يا نشامى يا أحرار بالعزوي انتم جبال وبالعزوي انتم جبال ما شاء الله عليك. الأقصى دار العز وإحنا رجالها ولا تعد الخيل عد رجالها وإحنا دار العز وإحنا رجالها إن شاء الله.